من بغداد مراسلتنا هبة التميمي تنضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. هبة، هذا موقف الحكومة العراقية، لكن ماذا يحدث أيضا على مستوى التفاعل الميداني؟ لأن العراق كان واحدا من بين بؤر تصفية الحسابات بين قوسين مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قواعدها هناك. نعم يا أحمد، بالبداية تحية طيبة. بعد تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي الأول مرة التي يفعلها أنطونيو غوتريش منذ تسلم منصبه أمينا عاما للأمم المتحدة في عام 2017، وهي المادة التي يعني تمنح هذه المادة، مادة 99 الأمين عام للأمم المتحدة، بصلاحية لفت انتباه مجلس الأمن يعني إلى أي مسألة يرى فيها تهديد للأمن والسلام والحفظ السلم والأمن الدولي. لذلك فإن المؤيدين الحكومة عند ناطقها ومتحدثها باسم العوادي، حيث دعم موقف الأمين العام للأمم المتحدة اتجاه هذه المادة وتفعيل هذه المادة. بصراحة دائما الحكومة العراقية تؤيد الأمور وتؤيد القرارات التي بجانب القضية الفلسطينية، خصوصا إذا تهدئة الأمر والهدن وكذلك حتى وقف إطلاق النار. فأما على الصعيد أو على صعيد الميدان، فإن حتى الشعب العراقي مؤيد لهذه المادة. بعض من القوى أيضا السياسية الفاهمة للقانون والداركة للقانون تؤيد هذه المادة، خصوصا هذه المادة التي أثارت غضب إسرائيل بصراحة، والعمق الإسرائيلي أثارت غضب بشأن هذه المادة. حتى أن الحكومة العراقية قالت أنها تؤكد دائما أن الكوارث التي تحصل في قطاع غزة وبما يحصل خصوصا بسبب العدوان الإسرائيلي الذي ينتهك جميع الأمور وينتهك حتى الحريات والصراعات التي تحصل في قطاع غزة والحرب على المدنيين العزل وعلى الأطفال والكبار السن، ودائما هي تستدعي هذا الأمر هو تدخل دولي وتدخل دولي عاجل لوقف إطلاق النار ووقف ما يحصل في قطاع غزة. فبالتالي الحكومة مؤيدة، وهذا ما قالته وما قاله المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، ودائما حتى رئيس الوزراء محمد الشيوعي السوداني في كل محفل، في كل تلقي اتصال هاتفي مع أي من الرؤساء الدول ومع أي من السفراء الدول، هو واقف وهو دائما يقول أن الحكومة العراقية والشعب العراقي له موقف ثابت أزاء القضية الفلسطينية وما يحصل في قطاع غزة منذ السابعة من أكتوبر لحد هذه اللحظة. الأطفال الكبار السن النساء هم بحاجة إلى هذه الوقفة وإلى هذه المادة، خصوصا بعد ما أثارت جدل واسع في العمق وفي الأراضي الإسرائيلية التي كانت رافضة لهذه المادة. نعم، شكرا جزيلا لك هبة التميمي مراسلتنا من العاصمة العراقية بغداد.